محمد، حدثنا عن تفاصيل هذا الهجوم. مرحبا. طبعا اليوم استيقظ اهالي مديريه دوعان على صدى الاشتباكات والعنيفه التي شهدتها نقطه خيله طقشان من قبل مسلحين مجهولين هاجموا نقطه تتبع الحزام الامني القبلي الذي شكلته القبائل المحليه بالتعاون مع قياده المنطقه العسكريه. الهجوم استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، نفذ مصادر محلية وأمنية أكدت أن نحو 16 مهاجما شنوا هجوما على النقطة من اتجاهات مختلفة وبهجوم مزدوج خلف 4 قتلى. طبعا القتلى 4 وجميعهم أصيبوا بطلقات الرأس. تمكن المهاجمون من الفرار دون ان تكون هنالك اي مصادر تؤكد اصابتهم. مصادر امنيه اشارت الى ان هذا الهجوم والطريقه التي نفذ بها الهجوم وطريقه اصابه الجثث تشير الى ان المهاجمين يتمتعون بحرفيه عاليه في العمليات القتاليه. الهجوم ايضا جاء بعد اقل من يومين على التقاء قائد المنطقه العسكريه الثانيه والركن فرج ياسر من البحر بقيادات الحزام الامني القبلي في تلك المناطق متابعه التطورات الامنيه، خصوصا بعد تاكيد اللجنه الامنيه في اجتماعها الاخير على ان الحرب لا زالت مستمره وان تنظيم القاعده لا يزال يشكل تهديدا في المناطق المحيطه بمدينه. اذا محمد، حتى الاونه لم يتم التاكيد عن الجهه المنفذه، ولكن السؤال، تتكرر هذه الحوادث داخل هذه المدينة أكثر من مرة، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للحد منها؟ نعم، صحيح أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي جهة رسمية، لكن التهمة الأولى هي موجهة للقاعدة وفقا للسلطات. مصدر أمني أكد أن تكرار هذه العمليات إنما يأتي فيما بالتكتيك في الحكومة الأمنية والعسكرية على أنه جس نبض لمراقبة مدى الاستعدادات الأمنية والعسكرية، خصوصا وأنهم يتوقعون أن هنالك مزيدا من الهجمات التي قد تشهدها المكلة والمناطق الأخرى، ليس فقط في إطار مهاجمة السلطات هنا، وإنما أيضا في سبيل الرد على الهجمات التي تعرض لها تنظيم القاعدة في مناطق شبوة وأبين مؤخرا. مصادر الأمنية ذاتها أيضا قالت إن اللجنة الأمنية بالمحافظة شكلت غرفة عمليات مشتركة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمراقبة هذه التطورات ودراسة سبل الرد عليها. إذا من الجانب الحكومي هل من تصريحات محمد؟ نعم، على المستوى الرسمي هل من تصريحات حول هذا الهجوم؟ الآن لا تصدر هنالك أي تصريحات رسمية تشير تتحدث حول هذا الهجوم، لكن المنطقة هنا منطقة دوعن والتحديد منطقة وادي عمد يتوقع أو لا يستبعد أن تشهد تكرار مثل هذه العمليات، خصوصا أن هذه المنطقة يلحظ فيها وبقوة، خصوصا أن منطقة وادي عمد يلحظ فيها تواجد العناصر الجماعات المسلحة، وبشكل عام منطقة الهضبة الوسطى هنالك تنتشر الجماعات، وربما هذا ما دفع وبقيادة المنطقة إلى تكثيف لقاءاتها بزعامات القبلية وقيادات الحزام الأمني القبلي لمناقشة هذا الوضع وسبل تفادي أي هجمات جديدة مستقبلا.